كل سنة بالنسبة للدخول المدرسي أو الدخول الاجتماعي بصفة عامة، وزارة التجارة تأخذ عدة إجراءات لضمان يعني دخول مدرسي هادئ وبدون أي صعوبة، وهذا من خلال يعني قيام بالتحقيقات اللازمة حول الأدوات المدرسية وكذا المراقبة الميدانية، بالإضافة إلى تنظيم معارض. هذه المعارض هدية للمستلزمات المدرسية، الهدف منها هو يعني توفير مواد بأسعار تنافسية حماية للقدرة الشرائية للمواطن. بالنسبة للإجراءات، هو أولا توفير هذه المستلزمات خاصة على مستوى المنتجين أو المستوردين. حتى المستوردين أنه هناك تسهيلات قامت بها الوزارة على مستوى المفتشات الحدودية تابعة لوزارة التجارة لمعالجة الملفات يعني في فترة وجيزة، وهذا لتمكين جميع المتعاملين باقتناء يعني الكميات اللازمة ووضعها في السوق. الإجراء الثاني هو القيام بالتحقيق خاصة على مستوى المصنعين. عندنا حوالي 4 مصنعين على مستوى الوطني للكراس المدرسي، بمعرفة بالتدقيق يعني تركيبة أسعار هذه المواد والرجوع إلى وضعية أو أسعار المواد الأولية، خاصة إذا علمنا أنه منذ يعني زوال هذاك المشكل الكورونا كانت هناك ارتفاع كبير في سواء في المواد الأولية أو في النقل البحري، إلى أن هذه الزيادة يعني ليس لها وجود الآن، وبالتالي لابد من المتعامل التعامل مع هذه الوضعية، لأنه لم نعرف أن المواد الأولية وهي الورق بصفة خاصة يعرف انخفاض كبير، كذلك النقل البحري حيث كنا نسجل يعني نسجل فيه بأسعار باهظة، الآن راه يعني انخفض بنسبة نقدر نقول حتى 50 ولا 60%، إلى أننا واجهنا بعض الصعوبات فيما يخص بعض المنتجين، أنه لأنهم كانوا اقتنوا المادة الأولية هذه في وقت من كان السعر مرتفع، وهذا إنتاجها سنة 2022 حوالي شهر أكتوبر شهر سبتمبر 22، وبالتالي احنا للأسف ما سجلناش يعني انخفاض كبير، ولكن نقدر نقول بأننا يعني وزارة التجارة تتبع باهتمام وبصرامة للأسعار المطبقة على هذه المواد. بالنسبة للأسعار يعني خاصة لدى المنتجين والمستوردين يعني تعتبر أسعار معقولة في متناول يعني المواطن الكريم، خاصة في ظروف يعني ارتفاع بعض الأسعار على مستوى السوق العالمية اللي تكون عنده تأثير على المنتوج النهائي، على سعر المنتوج النهائي، ولكن بصفة عامة نقولوا يعني أسعار في المتناول إن شاء الله وفي متناول المواطن الكريم. حسب الخبرة الميدانية اللي عشناها، هناك بعض المنتوجات مصنوعة محليا أكبر جودة من المنتجات المستوردة، وهذا بالدليل على مستوى المفتشيات الحدودية التابعة لوزارة التجارة، لاحظنا بأن هناك في بعض الأحيان رفض دخول بعض البضاعة لعدم مطابقتها، يعني لم نقول يعني عدم صلاحيتها يعني نهائيا. ما بالنسبة للجودة تاع المواد المصنعة محليا، نعرفوا باللي تصنيع مواد خاصة من المواد البلاستيكية، هذا سواء تصنيع أو الاستيراد هو خاضع لرخصة مسبقة. خرجات ميدان المراقبين تنصب حول نوعية هذه المستلزمات، خاصة بالنسبة للمستلزمات نتاع التلاميذ تاع الطور الابتدائي، لأننا لاحظنا بأن هناك بعض المستلزمات تشكل خطر على التلميذ، هذا حقيقة، وقمنا بعملية حجز لعدة منتوجات كانت غير مطابقة. وأما بالنسبة للمستوردة
يمكن القول بأنها مواد ذات نوعية حقيقة، ولكن ليس كل مواد ذات نوعية، خاصة إذا نعرفه من بعض القادمة من بعض الدول. تحقيقات راه مستمرة حتى ولو بعد يعني وضعها في السوق، لأنه هذا الجانب ما لازمش نجهلوه، لأنه في بعض الأحيان تروح للمصنع يعني تشوف منتوجات يعني ذات نوعية، ولكن من بعد تكون هناك فيها بعض الخلل، وهذا ما لازم نوقف عليه احنا حسواء على مستوى على مستوى التوزيع وعلى مستوى البيع بالجملة. لحد الساعة يعني احنا ما سجلناش يعني عدة مخالفات كبيرة فيما يخص يعني نوعية هذه المنتوجات. أما الأسعار كما يعني سبقت وقلت يعني راهي يعني في على العموم في متناول المواطن الكريم. رخصة تاع المواد هذه اللي مصنوعة منها المستلزمات المدرسية هي تعتبر رخصة تاع المواد السامة، إذن بالتالي فهي خاضعة قبل من استعمالها خاضعة للتحاليل، لأنه كل مواد هذه البلاستيكية والتي هي في متناول الأطفال والله لابد أن تكون خاضعة لعملية التحليل لتثبت بأنها خالية من جميع المواد اللي ممكن أن تسبب أمراض للأطفال. إحنا بالنسبة لهذا الجانب أنا نقدم أقول لك يعني بالنسبة للسنة مقارنة بالسنوات الماضية الحمد لله لابقاش عندنا هذا المشكل، وإحنا رغم أن هذا أن نقول اليقظة والحذر ما زال مطلوبين، وهذا ما أخذناه بعين الاعتبار ونقوم به على مستوى ميدانيين مع فرق الرقابة، لأنه هذا الكلام هذا صح حقيقة كان في وقت ما كان هناك خلل كبير تصنيع مواد ببالك من 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 مواد يعني سامة مثل الرصاص مثل بان كان بعض الموت، ولكن هذا الأمر هذا قلت متحكم فيه على أساس أنه جميع المصنعين ولا جميع المستوردين المنتوجات تكون تحمراه خاضعة للرقابة التحليلية، ليش العينية فقط، التحليلية قبل وضعها حيز الاستهلاك. من بين هذه الإجراءات قلنا تنظيم معارض، هذه المعارض الهدف منها هو ضرب الاحتكار لدى بعض التجار، محاولة يعني عرض هذه المواد بأسعار تنافسية، وبالتالي هذه المعارض استدعينا فيها المنتجين مصنعين ويعني مستوى تجار التوزيع مؤسسة التوزيع وكذلك المستوردين. الهدف منها ما هو؟ هو أننا المصنعين لما جبناهم باش يبيعوا السعر بالسعر نتاعو هو تاع كما نسميو حنا بري سورتي يزيد، يعني بالسعر تاع الخروج من المصنع، وبالتالي راح يكون هناك هذاك هامش الربح اللي كان يديه الوسطاء نقضيو عليه ونسمحوا للمواطن الكريم انه يقتني المستلزمات مباشرة من عند المصنع.